أحسن الله إليكم. المستمعة أم نورة من الرياض تسأل عن استعمال المرأة حبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج، ما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك ما لم يضر بها لصحتها، فإن كان يضر لصحتها فإنه لا يجوز لها استعمالها، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إن كانت هذه الحبوب تمنع عنها الدم في وقت محدد لأجل أن تحج، لا بأس بتناولها، وحجها صحيح إن شاء الله. نعم.